الأمينة ضربة حرة مباشرة مونيين يلعب كرة عرضية في منطقة الجزاء وجول جول البديل نوراس كوين يتألق يتجمل ينوب عن الجميع ويقول أنا موجود يضع البطاقة الثانية الله الله يضع الهدف الثاني له هذا الموسم ويضع الهدف الأول في مباراة اليوم ويتقدم ببلباو يضع البطاقة الأولى في هذه المباراة نراس كوين اللاعب صاحب يلعب من أجل التعادل أدي أنخيل الخطير يمر له التعادل 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 لسه بقول لحضراتكم ختافي بهذه التبديلات لاعب من أجل التعادل فريق قادر على العودة للمباراة وبالفعل وبالفعل عندما أراد العودة استطاع هذا المدرب بتبديلات ناشية اليسار وهذا أيوبي يلعب خطير الكرة الهدف يأتي يا الله يا الله يا الله يا الله على النيران النيران الصديقة عندما تلسع أصحابها لسعتهم في مقتل وأحرقتهم وهدف أرسنال الأول جاء هدية جاء هدية جاء هاي لحظة لكن الحكم يمشيها والهجمة قائمة لبورموث والتسديد والتعادل يا له من هدف يا له من هدف يا له من نرويجي يا لها من نهاية قلت أن الحكم ممكن ينهي المباراة أو ينهي الشوط ولكن الحكم صار مع الهجمة الهدف سجل عند الدقيقة 46 ويمكن ثانيتين تخيلوا هذه كرة خطيرة عرضية الثاني 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 نعم يا بيير إيميريك أوباميانغ نعم بيير إيميريك أوباميانغ في غفلة من الدفاع استغرب ان هذا الدفاع الذي صمد طويلا ثم تم قهره بهذا الهدف في غفلة من الدفاع كل منك يا جيفيرسون كل منك يا كولومبي نعم هو اللي تسبب بالخطأ ولكن قلت يبحثون عن أوباميانغ تاني موسم لا فرصة جيرفينيو جيرفينيو جول جيرفينيو جول الإيفواري جيرفينيو يفتتح باب التهديف في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من أول فرصة ومن أول كرة ومن أول تسليم كيف سيتعامل مع اللقاءات القادمة والسنوات القادمة والهدف الثاني كان قريبا هدف ثاني لنادي بارما نعم خطأ فادح يستغل لاعب بارما مستشيرا للهدف الثاني أخطاء كارثية في الجبهة الدفاعية لنادي ساسولو وبالتالي يدفعون الثمن غاليا برونو ألفيش البرتغالي اللاعب المخضرم نعم آخر تسع مباريات لعبها في هذا التوقيت بينما الكرة المرفوعة ياكو بوني بالرأس يتدخل والحكم يشير إلى ماذا يشير إلى ركلة جزاء في هذه اللحظات يشير إلى ركلة جزاء في هذه اللحظات الحكم باولو فاليري أوه ماذا حصل داخل منطقة الجزاء الحكم شاب أن هناك دفع في حق ولو أن اللقطة باباكار باباكار يسجل نعم ساسولو يقلص الفارق في هذه اللحظات باباكار السنغالي يسجل ثالث أهدافه مع نادي ساسولو هذا الموسم لعب السابق لفيورنتينا ومودينا وبادوفا يتمكن كيتا بالدي لا زالت الخطورة لمصلحة الانتر الله يظهر نعم هذا السنغالي في اليوم الذي تحدث عنه الكل لم يقف او لم يعني يقف احد هنا مكتوب الايدي الكل تحدث عن كيتا لا رغم ان السيناريو نعم يشير الى ذلك والله انه يجيد لعب الكرات الهوائية لوتورو مارتينيز كيتا بالدي يصنع نعم للوتورو ليسجل ثاني هدف له على مستوى بطولة الدوري لمصلحة الانتر بوليتانو امامية كيتا بالدي كيتا بالدي كيتا بالدي الله يفجر كل طاقاته امام فروزينوني اللي عمره ما سجل يسجل
هدفين في هذه المباراة في تبادي. يقول لما كورتوب مهارة فردية سرابيا عرض ورسو الهدف جول جول جول. الله عليك يا ولد الفنان، الله عليك، الله على العرضية السحرة بقدم بابلو سرابيا والراسية والهدف ابن البرتغال ابن برازيل أوروبا أندريس سيلفا يسجل مشاهدينا الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. الهجمة جميلة، Now Hatteber in a good crossing position pulls it back, and then Freuler bundles it home. Atalanta have the lead just after the half hour mark, and it's Remo Freuler who opens his account for the campaign. Hatteber, the Zapata now works his way into the box, still Zapata, curling ball, and it's incredible, it's gone in! End-to-end stuff here. Hatteber makes it 2-0 to Atalanta. Well, when you think you've seen everything, that happens. The Atalanta fans sent wild, a lethal counter-attack. Empoli. Enzo steaming forwards into the box, rolls it in. This could be an opportunity. It is. Lacumina at the 14th time of asking opens his account for Empoli. The summer signing brings his side back into the contest. It's raining goals here in Tuscany. It's a run at the Atalanta rear guard. Pasquale now across the face of the box, and Mazziello! It came off Mazziello and it's gone in. Lacumina is celebrating. Who got the final touch? I don't think the Empoli fans are too concerned. Pasquale whips it in, and there's the header! Unbelievable scenes! Empoli complete a fabulous turnaround! Delirium at the Castellani Stadium, deep into stoppages! The Tuscans have sealed all 3 points! Atalanta don't know what have hit them! And it's the ولفرهامبتون طبعا قوية في هذا الموسم. هنا محاولة والتسويبة، وارن موي من الكرة الأولى، هيدرسفيلد تاون يسجل ويصل إلى مرمى روي باتريسيو. الضربة الثانية، أرون يتقدم ويلعب كورة، مجنون، كرة قاتلة مدمرة ذابحة تذبح ولفرهامبتون. يصوب، يرجع تاني يقف، خلاص اتقفلت اتقفلت خلاص. اوبو، لا 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 لا، عملوها خلصوها، وباقدام الايفواري سجلوها. الفيل الايفواري، الفيل الايفواري، هو الفيل ابو زلومه، الفيل ابو زلومه عازم الميلان وجماهيره على احلى عزومه. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، بقول لكم لعيب 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 لعيب، حول الكسل ولا تراجع ولا استسلام. فرصة لاتسيو مستمرة. الله 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 الله، لا تراجع ولا استسلام، بعزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين وتبديلات المدربين للمباراة راجعين راجعين راجعين. التبديل كوريا، وفي الوقت بدل الضائع، في الوقت بدل الضائع ينقذ نفسه وينقذ فريقه ويحقق التعادل. أي تعادل يا ولد، أي إنقاذ يا ولد، أي امتياز يا ولد. كوريا